بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حصة جديدة من الحوار السياسي. موضوع اليوم هو كالحصة الفارطة الأزمة الحالية في البلاد والحلول المقترحة، أزمة سنتطرق إليها من الناحية السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية إن شاء الله. واستضفنا لهذه الحصة على يميني السيد صلاح الدين الجوشي وهو محلل سياسي، مرحبا بك. أهلا وسهلا. على يساري المحافظ العام رفيق الشلي، كان مدير عام في وزارة الداخلية، مرحبا بك سيد. أهلا وسهلا. وكما قلت خاطر ديما خم في رفيق الشاب، انتم الاثنين صحاب. يلا غدا سي محمد السلامي، عميد متقاعد من الجيش ومختص في قانون النزاعات المسلحة، مرحبا بك. طيب كان نعملوا الدورة من الأول باش كل واحد يعطينا كيفاش يرى فالأسبوع اللي فات هذايا، شنو الوضع في البلاد بعجالة، ثم نتطرق إن شاء الله إلى الوضع السياسي، الوضع الأمني، الوضع العسكري والوضع الاقتصادي. تفضل سي صلاح الدين. يعني من الناحية السياسية جميعنا يعلم بأن الأزمة الراهنة على المستوى السياسي مستمرة، والآن خرجت من إطار الضيق اللي هو إطار الحوار وتعثر الحوار وعدم التوصل للحوار الوطني، ونزلت إلى مستوى الشارع وعملية التعبئة الميدانية. النزول هذا بدأ اليوم. بدأ اليوم. والاتحاد ناوي إذا ما حصلش تطورات توقفه شيء واصل في. سمحني، الاتحاد بركة ولا الرباعي؟ الاتحاد هو الذي بدأ. والآن بدأت تصدر مواقف من أطراف الرباعي، مثلا الرابطة التونسية لحقوق الإنسان قررت بأن تؤيد الاتحاد عن تونس شغل في تحركاته الميدانية. إلى جانب أن المعارضة أيضا هي بدورها أيدت توجه التصعيد الميداني من قبل الترويكا، من قبل عفوا الاتحاد، وكذلك هناك توافق قاعد يحصل بين جزء هام من أطراف المعارضة اللي تعتقد بأن الاتحاد يلزم تبنيه وتبني قراراته من أجل ممارسة الضغط بشكل قوي لإجبار حركة النهضة تحديدا والترويكا عموما على التوقيع بشكل كامل وبدون أي تحفظ على أي نقطة من نقاط خريطة الطريق. أي كأننا نلاحظ بأنه بدأت كرة الثلج تكبر تدريجيا في اتجاه محاولة محاصرة حركة النهضة والترويكا، لكن حركة النهضة في المقابل تحاول بأن تمنع استمرار تضخم كرة الثلج، وسارعت بإصدار يعني بلاغ آخر تأكد فيه بأن هي مع المبادرة ومع الاستعداد للشروع في الحوار في أقرب وقت، ودعت أطراف المعارضة إلى تحمل المسؤولية وتجاوز الاعتبارات الحزبية. أي أن حركة النهضة الآن وهي تشعر بإمكانية انزلاق سياسي نحو وضع يصعب التحكم فيه، تريد أن تستدرك العملية وتريد أن تؤكد حسن نواياها. لكن الرد الآن جاء أولا من قيادة الاتحاد العام للشغل اللي اعتبرته خطوة إيجابية ولكنها منقوصة، وطالبت بتوضيحات حول بعض النقاط اللي باش ينظر فيها المكتب التنفيذي. ومن جهة أخرى المعارضة أو عدد من شخصيات المعارضة اعتبرت بأن البلاغ ليس مهما وليس فيه جديد، وأن حركة النهضة إذا أرادت أن توقف هذا المسلسل الضغوط عليها أن تعترف توقع. وتوقع، وعندها يبدأ انطلاق. ولكن أنا سمعت وقريت زاد أنه النهضة بعثت رسالة للاتحاد الشغل وهي بصدد الدرس في المكتب التنفيذي، ما
بي سنرجع للتفاصيل هذه إن شاء الله فيما بعد. بناخذ رئيس رفيق الشلي في الوضع الحالي في البلاد من ناحية الأمنية ومن ناحية السياسية. هي الفترة الأخيرة هذه يعني الوضع العام في البلاد يعني فيه تقريبا يعني فما ثلاثة عناصر هامة. أولا العنصر المبادر اللي كان يحكي عليها السي سلاح، واللي المشكل الكبير هو مثلا حركة النهضة تقول أنا موافقة المبادرة ونحبش الحوار ماذا بينا في أقرب وقت، ولكن في داخل المبادرة والعناصر الداخلية فيها يعني فما اختلاف. وبالنسبة للاتحاد والرباعي كل يقول لك المبادرة هذه ستانتو كامل، يعني إذا تقبل مختلف النقاط. هذا هو تو المشكل الكبير واللي قاعدين كذا وفسروا بيحسي إصلاح. ثم الإيفنمون الثاني، الحدث الثاني اللي صار في تونس هو عودة الفتيات التونسيات من العراق، واللي يعني كتبوا من سوريا، واللي كتبوا فيها هذه يعني جميع الصحف وعدنا حوامل، والبعض منهم عدنا حوامل، وهذه هذا موضوع يعني عار موضوع الساعة، ولكن حاجة يعني حاجة مش باهية، مانيش متعودين بها، ما نعرفوهاش، هذه جديدة فهمتني. مع الأسف يعني وقعت رغم اللي في علول وقت اللي بدأت العملية بتاع الانتداب والاستقطاب بتاع الفتيات هذية لإرسالهم إلى سوريا، يعني وقع الفت النظر لهذا، وفما بعض حتى جرائد كتبت في الموضوع، ولكن سياسيا لم يقع يعني متابعة، ما كانش فما يعني إجراءات، كان تشجيع كان فما تشجيع، ما وقعش إجراء، ما اتخذش إجراءات لإيقاف العملية هذه. الحزب الحاكم قالوا كان جيت شباب راني مشيت معاهم، قالها بحيث يعني مش ينكر هذه خطر مسجلة. أيوة هذا عمل هذا عمل تتحملوا فيه مسؤولية كبيرة وشيء ماهوش مقبول يعني، وما نجموش باش نقبلوها احنا في تقاليدنا وفي اخلاقنا في تونس، يعني ديننا وكل عمره ما نجمو نقبلوها الشيء هذا. ثم النقطة الثالثة اللي ممكن يعني تلفت انظر فيها الفترة هذه هي ما صرح به السيد وزير الداخلية اخيرا يعني في خصوص بعض معلومات تعطي فكرة حول يعني إلقاء القبض على 300 إرهابي اللي هما وقع اتهامهم بين يعني تنظيم شبكات تصفير شبان إلى سوريا، وكذلك بين الأعداد لأعمال إرهابية. والبيلون هذا يعني هام جدا، هو مش هدوهم البارح، هذه منذ فترة يعني حوصلة لهالأعمال هذه، وخاصة الموضوع متاع ثلاثة إمارات اللي جبدت يعني تقسيم البلاد إلى ثلاثة إمارات. هذا يسبق لنا مش تحدثنا في الموضوع هذا في كسوة في قروان وقت اللي والحمد لله ما صار شكل مؤتمر تاع شهر مي 2013 يعني في القروان، ذاك اللي كان فيه مش يكون فيه يعني البيعة لأبو عياض والإعلان على إمارة في قروان. وموضوع الإمارة بتاع الجنوب تحدثنا فيها زي كذلك سابق فهمتني، في خصوص الإمارة بين ذهيبة ورأس شديد ومدنين، المنطقة هذيك اللي كان مبرمج وباش يدخلوا العناصر من ليبيا، اليوم قاعدين متحضرين، اليوم قاعدين موجودين الكتائب اللي حضروا كتائب. هذا تقريبا يعني ثلاثة عناصر، لكن فما عنصر آخر حكيت عليه يعني في بلبي زاد هو الغاز السارين. هذاك موضوع أطول يعني ماهوش نجبدوه، لا هذا إن شاء الله سنتطرق إليه فيما بعد. موضوع غاز سرين اللي ولا يخوف يعني ولا خوف ولا بد من هو سلاح كيميائي، سلاح كيميائي مزيد تفسيره يعني. سي محمد سلامي، شو رأيك في الوضع السياسي والوضع العسكري؟ بون بالنسبة للوضع السياسي متأزم كما كان يذكر سي سلاح، معناها نجمو نقولوا في معناها في عمق الزجاجة، وحتى تسمع اي معناها والحلحلة حتى نتاع الوضع معناها صعيب ياسر توا معناها حسب ما نشوف، لأن النهضة معناها عودتنا بازديولوجية الخطاب. يعني قبل كان معناها تلاحظوا السيد راشد الغنوشي وافق وقت اللقاء نتاعو هو
سيد باجي قائد السجن سواء في باريس وفي برشا مناسبات معناها موافق على المبادرة. توا معناها صحيح أنه معناها موافقين على خريطة الطريق إلى آخره، مشكلتها هي معناها تنجم تقول الترويكا وإلى النافا أنه معناها ما تحبش تقر بالفشل الحكومة بتاعها هذه معناها، ولا تقر معناها ديما حفاظا على ماء الوجه، تحبش تقر بالفشل أو خوفا من دخول السجن ربما، وربما نشوف معناها ربما معناها هذه حاجة مخفية، لكن هي ما تحبش تعلن أنها هي توا حكومة فاشلة، حكومة فاشلة، وهذاك علاش تحب تربح الوقت ومن بعد معناها موافقة على أنه ربما الاستقالة الحكومة بعد أعمال المجلس التأسيسي والانتهاء من الدستور، وتعطي وقتها معناها عبارة حكومة انتخابات. وقتاش متى هذا معنى حسب نشوف على المستوى العسكري، مستوى العسكري معنى على على عكس الوضع السياسي. هو قد ما يتأزم الوضع السياسي في البلاد ووضع الأمني معناها مسؤولية ومهمة الجيش يزيد تصعب، يزيد تصعب لأن يولي معناها عنده على بس على كثير على أكثر من جبهة، معناها تولي عنده معناها الدفاعات الجيش. بقى الجيش مازال من الوضع متاعه مازال ثلاث سنوات على التوالي في حالة معنى التوالي، وهذا ينهكوا معنى خارج الثكنات متاعه وعنده دولة بس من 14 جنوبي إلى حتى من قبل 14 أي من قبل من 2010 من 2010 والجيش معنى نجم ندخول، لكن ثم بصفة تصاعدية كذا قام هو تول الجيش صحيح معنى حقق انتصارات في الشعامبي وتنزلهم تعرضوا لها، كذلك قام بإجراءات بما في ذلك التخفيف من تواجد داخل المدن، كذلك قاعد يقوم توا معنا على ربما العتاد، يطور في العتاد متاعه توا نشوفوه. هذه معناها ربما زاد نشوفوا أنه معناها ظهر الألغام هذوما وكاشفات الألغام فيهم مشكلة هذوما حسب ما يبدو. هذه صحيفة هذه انفو ديريكت ونقلا عن البي بي سي تقول انه معناها هذا معناها مصنع انجليزي باع معناها وكون ثروة كبيرة وباع من على ذوما كشفات الألغام لدول الشرق الأوسط ومغشوشة معناها فاسدة بما فيه نظمهم تونس طبعا في وقت بن علي. السؤال الخطير المطروح يقول لك الجيش كان شي ربما معناها يفتش عن الألغام هذه بأدوات معناها فاسدة، هذه كلها تم نتعرضوا لها لاحقا. طيب بارك الله فيك سي رفيق، انت قبيلة قلت عنا حاجة جديدة جات في تونس هي جهاد نكاح، نعرف واش مش تعودين من ما نعرفش في بالكم بالموضوع هذا ولا لا، نقابة الإطارات الدينية في تونس، عندنا نقابة الإطارات الدينية أسسها حديثا، أعلنت إضرابا يوم عيد الأضحى، معناتها شيء مضحك مبكي. شو رأيكم في هذا؟ شيء نقعد باهتين، تونس ولات كيف المخبر تاع البدع الجدد، شيء مخالف للقانون، مخالف للشرع، مخالف لكل منطق. شو رأيك في هذا السلسلة؟ والله أنا اللي حقيقة حبيت نعلق على جهاد النكاح. جهاد النكاح أنا الناس ما صدقتوش إلا وقت اللي صدرت تصريحات رسمية من وزير الداخلية بأنه قاعد قبض على مجموعة من التونسيات واعترفنا بأنهم كانوا في ناس في هذه البدعة، لأنه في الحقيقة ما واحد كيف يمكن لفتاة تونسية المفروض قرأت في المدارس فهمت معناها ما تفرقش الحد الأدنى بين الزنا وزنا جماعي وبين العمل الشرعي الزواج الشرعي أو الزواج الشرعي. وهذه الحقيقة صحيح حتى سيد نسب إليه أنه أعطى فتوى فيها قال لنا ما عطيتش معناها تراجع، لكن سواء قالها ولا ما قالهاش لا يمكن أن تقبل هذه العملية لا عقلا ولا شرعا. والغريبة أنه مش طفلة أو اثنين الآن وصلوا تقريبا 80 ويبدو أن هناك عدد أوسع، فتحول الأمر من حالة فردية كذا إلى ظاهرة. وهذا الحقيقة يرجعني إلى فكرة أساسية أنه عندنا في تونس أزمة يجب حصولها على أسبابها
أزمة لدى عدد من المتدينات والمتدينين مستوى الوعي، الوعي الديني، الوعي الديني في تونس يعيش حالة من الغربة، غياب علم حقيقي، غياب قدرة على التمحيص، غياب نقد لما يقال وما يروج، وهل غياب هذا يترجم بعد ذلك في سلوكات خطيرة تهدد الأمن الوطني وكذلك تهدد حتى الآن الأسر ونسائنا. أشرت إلى تهديد بإضراب يوم العيد، هو حقا لأن هناك مش تهديد، قرار مش تهديد، أنا مش عارف كيف سيترجم هذا وسيطبق، لكن احنا الآن كما قلت أنت مخبر، مخبر لأفكار، نكون نحكيه على جهاد النكاح، نكون نحكيه الآن على الإضراب، غدوة تطلع أفكار أخرى يعني غريبة، علاش هذا الكل راجع؟ راجع إلى حالة من الانفلات نعيشها على جميع الأصعدة بما في ذلك الانفلات في مجال الديني وفي الحقل الديني، وهناك عدم قدرة على اتخاذ قرارات سليمة في آلياتها وفي منطقها، وهذه هذا ينعكس مباشرة على الأداء العام. ما يمكن أن أشير إليه ونحب ما نكون قصير في مداخلتي، هو أنه معناها نحن نمر بمرحلة صعبة، المرحلة الصعبة هذه ستزداد تعقيدا في غياب أطراف تتحمل مسؤوليتها على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني، لأن ما وصلنا لقضية جهاد النكاح إلا نتيجة مواقف خاطئة وخطيرة صدرت عن قيادات سياسية في حركة النهضة وفي خارج حركة النهضة، ثم كان هناك حالة من الاستهانة بما أكدنا عليه في أكثر من مناسبة، قلنا أن هذه البؤرة السورية ستشكل خطر على مستقبل عملية الانتقال السياسي، لأن هؤلاء الذين يلتحقون بالجبهة السورية قد يذهبون بنوايا حسنة لدعم السوريين لتغيير النظام السياسي، لكنهم بعد ذلك سيعودون بالكثير من العقد وبكثير من المشكلات التي ستزيد الوضع في تونس معناها تشنجا وتوترا، وسيصدرون إلينا يعني أو سيستولون إلينا الكثير من المشكلات التي لم نعرفها من قبل، ولكن الآن سنعيشها وسنمر بها كما مرت بها مجتمعات أخرى. شو رأيك سي رفيق في جهاد النكاح؟ والله هو وين وصلنا؟ لا احنا كنا من تو أشهر تو تقريب سنة يعني جاتنا معلومات، وفما حتى بعض شهادات من بعض يعني فتيات اللي رفضت في الأخر، يعني يوقع استقطابهم في من طرف نساء، وجبدوا هالموضوع هذايا وعرفوا حتى فين المكان وفي الموجودين وكذا، ولكن لم تحرك الصورات ساكنا يعني في هالموضوع هذايا، وخليت الأمور يعني تمشي، بحيث يعني المشكلة هو يعني فما سلبية كبيرة من طرف السلطة في الاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هالشيء هذايا، وخليته ومشيت. هي شنيرها؟ هي الطفلة كيف قلت فما تصحر، نوع من التصحر الديني يعني ثقافة دينية يعني ناقصة بالنسبة للشباب التونسي، ولكن فما غسل أدمغة توقع، غسل أدمغة ويمشيوا هما الفتيات هذوكم مقتنعين اللي الجهاد هذايا ماشينو يعني باش تدخل الجنة، باش يعني باش تعمل الخير، باش تعمل الباهي، هذاك مطلوب يعني هذا اللي في باله. ثم دون ذلك فما حسب شهادات يقول ولي فما زاد فلوس، أعطوهم أموال، أموال لباس بها، كي تشوف يعني بعض فتيات اللي هو أبورهم تعبث وعائلاتهم وكذا، كي تجيب تعطيها مليون أو مليونين تكلموا على زوج ملايين يعني تقول لك أنا وبش. ولكن اللي يشرف على العملية هذه مش تجارة دعارة، هذه اللي يشرف عليها هما بيضهم يقضوا في برشة فلوس، هما يقضوا في برشة فلوس، هما جمعيات، إيه هما تسمى تجارة دعارة، هما جمعيات اللي معروفة هذه، لأن بمقابل خيالية. بمقابل كثما مقابل ثم دعارة يقولوا فما تدعيم من طرف قطر في وقت من الأوقات، المعلومة كانت هذه يعني ويعطيوا على كل شخص عدد معين من الآلاف دنانير، ذلك شخص الجهة
جهادي لا 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 حتى على البنت على البنت حتى هي جهادية حتى هي ما الفلوس من يجيبوا فيهم يعطيوا فيهم يعني فما شهادات تقول لك انا اعطاوني قبل ما نمشي قالوا لي هي نهار اللي باش تمشي حضر روحك ويجا ونهار اللي باش تجي بعد الدروس لا انا سؤالي كان مش على هي بالطبع بتاخذ فلوس اما اللي هزها ونظم السفر تاعها هو ياخذ في فلوس اكثر من اي صحيح لا صحيح والمشكل هو هالشبكات هذه اللي كان كنا على علم بها وكنا ما نعملوا في حتى شيء والحمد لله في الاخر وفقنا على الاقل يعني فوتاركو جامي كما نقول في الاخر فقنا كسوسوا في حكايه هذوما شبكات النكاح هذوما جهاد النكاح او حتى في السفر نتاع الشباب التونسي الى سوريا والاستقطاب والانتداب وكذا فما يعني تحرك من طرف السلطه باش تحاول توضع حد لهال الظاهره هذه وهال الامور هذه الا انه يبقى المشكل مع ليبيا سهل باش الشباب يوصل الغادي وليبيا يعني هذيك تنجم تقول ولات مرتع بالنسبة للشباب التونسي المتشدد في خصوص التكوين وفي خصوص القتال وفي خصوص يعني حتى اللي هاربين من تونس مشاو في انتقادية كتعاو نزيدوا نتعرضوا الموضوع هذايا يعني إن شاء الله. سي محمد سلامي شو رأيك في الضراب نتاع عيد الأضحى؟ والله شيء معناه يضحك كنت تصورها باش نسمع نهار كيما هكا شو رايك معناه استغلال معناه هذه لا وانا كي شفتها على الفيسبوك علقت عليها واستهزأت بهم ردوا علي قالوا لي لا راه مش اضراب عن الصلاه اضراب داخل الجامع هل يقبلوا العقل هذا ما يقبلوش العقل للدين معناه بين الانفلاتات معنا هذا مسلسل الانفلاتات في تونس هو واحد كيف يضرب ما يضرب عن حاجة عن حاجة ما يعملش يضرب عن الطعام ايه؟ يضرب عن الكلام ايه؟ يضرب أما هذا قالك شنو يضرب هذا رد تاعهم بعد لو قال انتقاده أنا مش نضرب في وسط الجامع شنو معناه مش تضرب ولا ويختار مناسبة معنا عيد من الأعياد معنا مناسبة هامة عند المسلمين معنا عيد الكبير معنا أكبر عيد كذا معنا مناسبة أنا نشوفها معناها حاجة مش معناها بكل مش باهية بكل معنا وإن كان أنا في رأيي هناك أزمة هيكلية في قطاع الدين يعني الإطارات الدينية هي تعاني في مشاكل كبيرة ولكن صيغة التعبير أو اختيار أدوات الضغط الضغطي يعني إعادة نظر والحاجة الثانية لابد أن تحدد صحيح. المطالب صحيح. بشكل واضح ايه. ثم يلزمنا مع أهمية المطالب المادية هناك مشكلة مضمون هناك غياب سياسة واضحة في المجال الديني واللي يلفت النظر هو أنه إحنا الآن بلاد تحكم فيها حركة إسلامية حركة إسلامية إلى حد الآن لم تضع سياسة واضحة في المجال الديني وهذا زاد عمق الأزمة وأعطى فرص لكل من هب ودب في أنه يريد أن يتدخل في الشأن الديني أو يقتطع جزء منه سواء مسجد وإلا مؤسسة وإلا مجال معين لكي ينسب إلى نفسه المرجعية والقدرة على التخطيط والتنفيذ كلمة التصديق من قولك سي سلاح أنه معناها الحكومة غياب معناها موقف رسمي في مواقف جوهرية كيما هكا مثلا هذا جهاد النكاح ما شفناش احنا شكون هذو معناها القيادي شاف ويقف ويقول يعطي الموقف نتاعو والا كيف هي معنى حكايه الاضراب هذه وغيره من المواقف كيما هكا معناها تنجم تقول عباره تشجيع نشوف فيها انا معناها هو خطير خطير لانه انا عندي ثلاثه في العائله شباب ماتوا في سوريا نتيجه التهريب في العائله لكن مع ذلك ممكن نفهم نستوعب انه في نظام ظالم وناس يستنجدوا بينا ونمشي وإحنا باش نأيدوا معناها مجموعات كذا ممكن نحاول نفهم أما هذه قضية يعني نبعث بنات تونسيات باش يلعبوا دور الباغيات لأنه ما حصل لا تنطبق عليه كل صفات البغاء لأنه هذه مرأة تكون أو طفلة تكون تحت الطلب في أي لحظة يجي واحد يعملوا له عقد معناها مؤقت يدوم ساعة نص ساعة هو الشخص اللي باش يقضي حاجته ومن بعدين يجي شخص ثاني وبالتالي تتعدد معناها العملية ثم في حمل لا يتحمله أي ثم في أموال مش عارفين كيفاش كل هذه عناصر تجعلنا أنه لماذا احنا ثرنا وحبينا نقوله معناها دعم الأسرة ودعم الزواج الشرعي وإضفاء معناها قيمة معنوية على المرأة التونسية هذا ضرب لمكاسب وضرب لقيم
ولم أقرأ عنه هذا الجهاد أو هذا النوع من النكاح، لم أقرأ عنه في كل كتب الفقه، وفي الصحابة ما كانوش معناها حاربوا ويبقوا ست. وذيك جاء عمر الخطاب وحدد بالنسبة معناها للشخص المحارب أنه ما يتجاوز 6 أشهر في أقصى الحالات باش ما يغيب على زوجته، وبالتالي معناها يقع معناها شيء من الكبت. لكن لم أسمع ولم أقرأ عن شيء اسمه معناها جهاد نكاح، أي تسخير بنت أو امرأة متزوجة سخر نفسها لصالح هؤلاء الذين يزعمون بأنهم يجاهدون. أنا تحاورت مع شيوخ علماء في العلوم الشرعية، لا يجوز تسميته لا جهاد ولا نكاح. النكاح في المصطلحات الشرعية هو الزواج، خاطر الناس يفهموا مفهومه، هو الزواج الشرعي، النكاح هو الزواج الشرعي، هو هذا الزنا بأتم معنى الكلمة، وهو من الكبائر وإثم كبير، إثم اللي يرتكبه واللي شجع عليه كيف كيف. هنا إذن هذه بدعة جاتنا معناتها الفتاوى اللي أفتت بهذايا موجودة، ولو فما شكون انكر علنا، لكن في التحقيقات الأمنية في تونس اللي وقعت الفتاوى موجودة، وقعت في تونس حتى في الشعاب يوقع الزنا هذا، يوقع في الشعاب مش كان في سوريا. يعني إذن شيء ثابت هذا، وقت نشوفه مسؤولين سياسيين ينكروا وجود تماما حتى الشيء أنه وقع ينكروه، هذا من ناحية شرعية بالطبع موش موجود في إجماع على ذلك. زيد نضيف نقطة في الموضوع هذا، هو يعني في المسؤولين علول يعني كانوا فما ناكرين، لا ناكرين تماما وجود هالعملية هذه، إلا أنه يعني جاء تصريح سيد وزير الداخلية باش ولات أمور يعني بالنسبة للناس كل أمور رسمية بصيف تولي فما ناس وقال تحقيق معاهم وكذا وموجودين. أنا أتساءل مدام يعني العملية يعني بالنسبة للوزارة الداخلية، مدام العملية واضحة وظاهرة، علاش مقاش تطبيق القانون؟ احنا عندنا قانون في البلاد، على الفتيات ثم الابحاث باش تجيب الشبكات ضحايا تجي تبع طبق عليهم قانون. احنا تو وقت اللي عندنا في تونس في بعض اماكن بنات تعطي روحها ويوقفوهم ويزبعوهم العرب. قبيلة قلت قبيلة غسل ادمي وقاع ويفولو بروفي، يلزم يفولو بروفي. البنات اللي مشاو هذوما كيما اللي ساكت قبل في اوروبا وفي مش الكل، فما البعض منهم قال لك احنا مشينا وماناش ندمين واعين واعين شنو عملنا. اي فما شغل خاص تركز حول هذه الفتيات، علاش؟ لانه في رايي انه لابد من احاطه اجتماعيه، احاطه فكريه، احاطه دينيه حتى اللي تعتقد بانها هي مقتنعه، لازم نبينولها بالحجه وبالنص بانه وقعت في خطيئه، ان اللي جاب لها الفكره راهو في تغريب غرر بها، وانه معناها هذا ماهوش باش يشرفها، ماهوش باش يعطيها قيمه، فهمتني؟ لانها هي عباره عن معناها لعبه مؤقته استعملت في سياق معين. الدخول الان في اطار محاكمات او عمليات زجريه اخشى بانها تخلق رد فعل وتزيد الضحيه معناها شعور بالغربه، وبل بالعكس ربما يخلق رد فعل مشكل لاول مره نتعرض له. لكن لابد ان نكون من الناحيه المنهجيه، من الناحيه البيداغوجيه معناها حذرين من تعقيد الوضعيه. هو الهدف شبكات راه شبكه الانفداد، هذا الهدف هذا الهدف الشبكات يعني متنجم توصلها الا بشهادات هذوما ما شيء مربوط. طيب هذا الكل توا اللي نحكينا عليه في بدايه الحصه تاعنا يلزمنا باش نطرقوا لموضوع الاقتصاد، خاطر هذا الكل قاعد ياثر على الاقتصاد التونسي اللي هو في وضع خطير. نبهوا عليه الوضع هذا كل الخبراء موجودين في تونس. السيدة أبو شماوي تكلمت على الموضوع هذا، وقاع توزيع ورقة في الندوة الصحفية اللي عملها الرباعي فيها الأرقام، ثم مؤشرات خطيرة في الوضع الاقتصادي. لكن بصفة عامة
الوضع الاقتصادي ماهوش في وضع انهيار كما بعض تكلم على هذا، هذا مبالغة فيه، لكن هو وضع خطير ويجب أن نأخذ الإجراءات اللازمة لتجاوز هذا الوضع، لدعم الاقتصاد التونسي، لانطلاقة جديدة للاقتصاد. تكلم في الموضوع هذا وزير شؤون وزير المالية، وتكلم بصراحة وقال الحقيقة، قال أنه فما عجز في الميزانية التجارية، عجز في ميزانية الدولة، وصلت إلى رقم معناتها هام 7%. سمعت خبير اليوم أحكي في الإذاعة الوطنية يقول وصلت إلى 7.4%، مش 7. هو وزير المالية يقول ممكن وصلت من شهر في آخر إلى 7.5. أي، واليوم الصباح نسمع في محلل وزاد نزيه ماهوش ما عندوش اتجاه حزبي ولا ضد الدولة ولا ضد الحكومة، قال 7.4 حسب تقديره هو. حتى 7 هو رقم خطير. المشكل زاد عنا الدولة، الحكومة ما عندهاش باش تكمل السنة، ما عندهاش، الميزانية ناقصة تقريبا 5.5 مليار دينار. هذا عجز هام، والأخطر من هذا فما العجز في صندوق الدعم. صندوق الدعم عنده عجز ما يساوي 4 مرات، وهذا يصرح به مش من عندي أنا ولا من عند خبير، وزير المالية قال ما يساوي 4 مرات ميزانية وزارة الصحة، ويتزايد بصفة سريعة وكبيرة. ولا بد من التقشف، وهذا قرار أخذته الدولة في التقشف باش يتراجعوا بنسبة 5% في ميزانية الدولة، وحضروا الميزانية تاع 2014 باش يقع فيها معناها التراجع في الدعم هذا، تقليص الدعم هذا، لأنه مش معقول أنه الغني يشتري الخبزة ب 240 والفقير كيف كيف، ولو الغني ممكن يشتريش الخبزة ديك يشتري الباقات، الباقات 190، الاثنين يشتروها كيف كيف. المحروقات ثلثي ميزانية الدعم ماشي للمحروقات. نعلمكم اللي في المغرب البارح وقع قرار لرفع الدعم عن المحروقات تماما، ولكن هذا ينجم يؤدي إلى مشاكل اجتماعية ولا تضخم مالي اللي مش ممكن مش نعملوه في تونس. والدليل على هذا في السودان خذوا نفس القرار وعمل لهم مشاكل اجتماعية، قامت مظاهرات البارح، حرقوا مركز نتاع الحزب الحاكم في السودان على إثر رفع الدعم عن المحروقات. إذا المشكلة صعيبة شوية، فما التضخم المالي ماشي في تزايد، وما يقولوا 6%، عديد من الخبراء يقول هو أكثر من هذا، يلزم مراجعة كيفية تقييم التضخم المالي. هذا المشكل فيه، خاطر كل واحد كيفاش يحسب. توا عندنا ثقة في معهد الإحصائيات نتاعنا، يخدموا في معناتها خدمة علمية، ولكن كيفاش قاعدين يحسبوا فيه؟ يلزمنا نشوف وشنو الأسوام اللي قاعدين يعتمدوا فيها باش يحسبوا هذا، يلزم مراجعة الشيء هذا، خاطر العديد من الناس يخموا انه 6% المعلن غير صحيح، ونجم يوصل حتى برقمين معناتها من 10 لفوق. وإن شاء الله يقع مراجعة هذا، ولكن هذا الكل المؤشرات هذه بما فيهم المديونية، بما فيهم مصداقية تونس على المستوى العالمي، حكاية تشجيع الاستثمار اللي هو تو الناس كل المستثمرين كل واقفين يستناو أش باش يقع على المستوى السياسي سيستاه. أعطينا تو شنو هو الوضع، وين ماشيين، إيش باش يقع في الأسبوع القادم. نذكرك الأسبوع الفارط كان أسبوع الحسم هكا ولا عن الربع، أي فات أسبوع الحسم وشي ما عملنا. تعرفوا كان نقعدوا بضع أشهر أخرين في نفس المشكلة الأزمة السياسية هذه، الاقتصاد يمكن ينهار. رأوا هذا الناس مش فايقة به، الخبراء فايقين بهذا، أهل الميدان فايقين بهذا، أما السياسيين كانوا ما مش واعين بشيء.
كيف وين ماشيين في الحل السياسي؟ خاطر نراه في تعنت كبير من الحزب الحالي. وهذا الحقيقة اللي أكدت عليه المنظمات الدولية الكبرى اللي تخدم مع تونس. يعني صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، أن العقدة الآن في تونس هي عقدة سياسية. وأن لو العقدة السياسية تتحل فإن أول قطاع مستفيد هو القطاع الاقتصادي. يعني مش ترتب عليه عودة الثقة، وعودة الثقة هي ترتب عليه معناها تحريك الدورة الاقتصادية. والحقيقة أنا أحد الناس اللي مانيش فاهمه هو علاش هذا الإصرار من قبل الأطراف السياسية، وخاصة من قبل معناها التركة الحاكمة، على عدم إدراك بأنه كلما تأجل الحل السياسي إلا وسيؤدي ذلك إلى قطع الشجرة من جذورها عن طريق تعميق الأزمة السياسية. وقت يجيك رجال الأعمال يقول لك أنا خنقنا، يعني عندما يعرضون لي برشا ناس مستثمرين وكذا، يقول والله قاعدين ندوروا في حوالينا وباش يجي وقت باش ناخذ أو باش نغادر التراب التونسي. ونحن نعلم بأنه العديد من رجال الأعمال غادروا تونس وقاموا باستثمارات في المغرب أو في بلدان أخرى. إذن الأزمة السياسية قاعدة تستفحل وقاعدة تؤثر على الوضع الاقتصادي. الحاجة الثانية أنه معناها التقشف اللي تحدث عليه ضروري، لكن التقشف هذا مش ممكن تأخذه معناها الحكومة واحدة. هذا يلزم يدخل في إطار قرار جماعي باش المواطنين يكونوا مستعدين باش يضحيوا باش يتحملوا مسؤوليتهم. لكن لو أن القيادة السياسية أو الحكومة تكتفي لوحدها باتخاذ إجراءات تقشفية، فإنه شيئا فشيئا رد الفعل بتاع المواطنين ممكن يتوسع، وممكن نجد أنفسنا في ثورة ثانية في البلاد. خاصة أن فئات اجتماعية واسعة مش فقط لم تستفد من الثورة، وإنما الحد الأدنى اللي كان متوفر لديها قبل الثورة بدأ يتآكل، أي أنها بدأت تخسر حتى ما كان مكتسب لديها ما قبل الثورة. فإذا كان احنا ربطنا هذا بأنه ما فيش نسبة واضحة معناها وجدية في مجال التشغيل، إذا كان أضفنا إلى ذلك معناها الغلاء متاع المعيشة اللي ولا المواطن ما عادش قادر يتحمله، إذا كان احنا داخلين باش نرفعوا في مواد أساسية، فهمتني، لأنه إلغاء المحروقات سيؤدي إلى خلق وضع إلغاء الدعم للمحروقات، يعني اللي يترتب عليه في نظام تحرير كامل لأسعار ال 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 ما قالش وزير المالية إلغاء الدعم، أنا تكلمت على المغرب والسودان، أما هو قال تقليص في الدعم. إيه، ما هو وذلك خطوات ماشية في اتجاه معناها رفع الدعم، لأنه إلى حد الآن ما وقعش حوار وطني حول معناها حول الموضوع هذا. يعني بالفعل احنا ما عندناش اختيارات أخرى، لكن الاختيارات القاسية هذه لا يمكن أن تتخذ إلا في أجواء سياسية مستقرة، وإلا أيضا بتشريك القطاعات الحيوية وبالشرائح الاجتماعية الأساسية لإدراك بأنه هذا اختيار ضروري تقتضيه مصلحة البلاد، وذلك احنا جميعا لازم نضحيه. لكن الآن اللي قاعد يحصل هو أنه مش جميعا قاعدين نضحي، فما ناس قاعدة تدبر في رأسها وفما ناس هي اللي قاعدة تدفع وقاعدة معناها تضحي. إيه شنو الحل سياسيا؟ الحل السياسي هو أنه يا سيدي هالحسابات الضيقة اللي قاعدة تتعمل واللي أنا إيش بشي نخسر وأنا إيش بشي نربح، هذا منطق أصبح منطق عدمي، منطق لن يغير الأوضاع في البلاد. الوضع شي يلزم يوم الاثنين القادم معناها ينطلق الحوار الوطني بناء على خريطة التطريق اللي قدمها الاتحاد، وبعد أثناء الحوار الوطني يمكن تدقيق بعض المسائل، يمكن تطوير الحوار والإقناع المتبادل بين الأطراف. أما ترك الأمور وتوسيع دائرة الاحتجاج وتجيش الشارع وفتح المجال الرمادي لالتحاق التلاميذ والطلبة بالحركة الاحتجاجية، هذا سيدخل البلاد في نفق مظلم سيكون تداعياته خطيرة على الجميع. حتى الأسبوع الفارط قالوا اليوم الاثنين لازم يبدأ الحوار وما بداش، حتى الاثنين القادم يظل نفس الشيء باش يقع، لأنه فما تعنت من الحزب الحاكم ما يحبش يمضي الخارطة الطريق نتاع الرباعي. هل أنت متفائل أنه باش يمضي ولا ما يمضيش؟ يعني معناها بعض معلومات تتأكد، هذه المشكلة داخل الحزب الحاكم هناك أصوات متعددة، وهناك يعني بعد يقول لك سنمضي،
وبالتالي هناك نوع من التفاؤل. البعض الاخر يقول لك لا مش يركعونا الان وبش يبتزونا الصقور من الصقور. ولذلك لا استطيع ان اجيب على السؤال بشكل قطعي، لكن اقول بان هناك تقدم نسبي نحو اختيار التوقيت. شو رايك ان السؤال هذا يمكن يعبر على اللي قاعد يقع في صلب الحزب الحاكم، استقاله من مهامه نجيب الغربي اللي هو رئيس المكتب الإعلامي للحزب الحاكم، هذه اليوم تنشط. هو الحقيقة معناها في استقالته لم يحدد الأسباب بشكل واضح، لكن يبدو أنه لم يعد مرتاحا لكيفية إدارة ملف الأزمة الحالية، وفي رأيي استقالته لن تؤثر كثيرا على مجرى الأحداث، ولكنها تؤشر على أن هناك اختلافات أساسية الآن بدأت تشق المؤسسات التنفيذية لحركة النهضة، ولذلك ما حصل للجمهوري أو لنداء تونس أو لغيره من الأحزاب من مشكلات داخلية لم تعد حركة النهضة قادرة على أن تحصن نفسها من إمكانية انفجار مثل هذه الخلافات، لأن التصريحات اللي أعطاها سي عبد الفتاح مورو تصريحات خطيرة جدا، ومع ذلك قلت احنا لا والله خاطر هو راجل محترم وهو المؤسس احنا نتركوا له مجال باش يعبر. سعبتش مكي قال لنا نتركوا له مجال لكي يعبر واحنا ما يقلقناش، لكن المشكله مش انه راجل كبير ولا راجل، المشكله هل الكلام اللي قاعد يقول فيه يعكس واقع داخل حركه النهضه ام لا؟ واذا كان وهو لا يفتعل الاشياء، اذا كان هذا الكلام هو يعكس جزء هام من الحقيقه، فهذا المؤشر خطير على حركة النهضة أن تنتبه وأن تعيد النظر في كيفية اتخاذ القرار داخلها وأن تشارك عناصرها الأساسية، لأن واحد مثل كما حمادي جبالي شخصية أخرى مهمة داخل حركة النهضة وجد نفسه يعني أيضا على الهامش، فهناك مشكلة تواصل، أزمة تواصل داخل حركة النهضة، هناك أزمة كيفية إدارة الشأن الداخلي لحركة النهضة، وهذه مسائل ما عادش قابلة للتأخير أو للتأجيل، وإنما يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بشكل جدي. ألا تظن أنه سي نجيب الغربي استقال مهمة نتاعه هذه لأنه كانوا يجبروا فيه باش يعمل بيانات تكذيبية كاذبة كما قال رئيس الوزراء رئيس الحكومة، قال أنا ما طلعتش على الوثيقة المسربة التي تخص اغتيال الشهيد محمد البراهي، وهو اللي خرج البيانات هذه التكذيبيه هو نجيب الغربي، هو المسؤول عن الاعلام وبالتالي يتحمل المسؤوليه في فشل او في نجاح المجال الاعلامي لحركه النهضه. لكن كما قلت انا معليش تفاصيل وما هي تظهر في ستظهر، ولكن المؤكد انه شخص عرف عنه الانضباط الحزبي، وبالتالي إذا بلغ به الأمر إلى أنه يستقيل من الجوانب التنفيذية لأنه قال مازال عضو مشهورة ومازال عضو في الحركة، يعني هناك مشكل مطروح داخل الجهاز التنفيذي لحركة النهضة لابد أن نفهمه لكي نحلله، ولكنه سينعكس مباشرة على كيفية اتخاذ القرار السياسي داخل الحركة. سي رفيق الشلي كما كنت نحكي منذ قليل رئيس الحكومة معناتها كذب أنه كان مطلعا على الوثيقة المسربة، يجد عليك هذا ولا لا حسب تجربتك؟ وهذا قلناه المرة الأخرى لكن نحب نزيد دقول لأنه في نفس السياق نتاعنا نتعداو للوضع الأمني. أنا اللي نعرفه معلومة كما هكا هامة عمرها ما تقعد في مستوى مدير أو مدير عام، عمرها ما تقعد ولو حتى مازلنا ما تأكدناش منها، على خاطر عندك أولا المصدر هام ثم المعلومة هامة والشخص المعني بالأمر زاد كذلك هام، بحيث معلومة كما هكا من قبل حتى ما يوقع التثبيت أو إجراءات التحقيق أو التأكيد منها من عدمها لابد باش تطلع فوق، أنا أقول تطلع فوق حتى الرئاسة يعني ما تقعدش، ثم بعد تواصل الابحاث نتاعك اعلن ثم واصل الابحاث، وهي فما حتى غلطات في الاجراءات يعني حتى تبدا كتيب كما هكا وتحط اطراف شكونهم وكذا، من المفروض مكتوب هذاك يقعد في مستوى المدير العام للامن الوطني
ثم هو ياخذ مكتوب اخر ويعلم من غير ما يحط المصدر شكون. فهمتني؟ وهذا علاش يعني الورقه قاعده تمشي من جهه لجهه ووصلت حتى باش يوقع نشرها. ورقتين زوز. اي ورقه الاولى ورقه ثانيه. تفضل. حبيت نقول انا معناها سواء به داكوردو هي المفروض توصل للسيد وزير الداخليه. لكن لو فرضنا ما وصلتش وقعدت في مستوى مدير الامن معناها الامن الوطني. به وقت المعلومه هو جاته وهو اصدر التعليمات للمنفذين اللي تحت منه. انا نشوف كعسكري اللي بعثت له انت المعلومه هذيك لازم يردك الخبر من ناحيه انه نفذ الواحد شنو الاجراءات المتخذه. وفما من جهه السلطه اللي اعطت القرار معناها لربما الامر هذايا تراقب التنفيذ كعسكري. انا نشوف احنا في الجيش عندنا كيما هكا اعطيت انت تعليمات عباره معنى لكن سمعني ما عطاش تعليمات ما عطات للمتابع المتابع هي المتابع وقفت وقفت فيك الحد معنى وقف احنا ونشوف حاجه اخرى زاده توا هذه نستناه واحنا في تونس باش معنا استخبارات معنا امريكانيه باش تقول لنا بل معنا المرحوم ابراهيم باش يقولوا واين الاستخبارات نتاعنا احنا واستعلاماتنا لا لا فما ينجم لا ينجم انا المفروض ان استعلاماتنا تعرف قبل الاجنبيه ينجم يكون واخذينهم من يعني انصات فني ينجم يكون من شبكات خاطر عندهم شبكات في كل بلاصه ما عندهم اي داخليه ولا كذا ما عندهم شبكات نتاع تنصب عنده كل شيء يدخل في نطاق التعاون الامني وتبادل المعلومات بين الاجهزه وهذا شيء عادي جدا بين الاجهزه الكل وقاعدين يتعاونوا تو خاصه ملي بدات عمليه الارهاب. طيب سي رفيق فما الرساله اللي اكتشفها قدام دارهم نجل الشهيد محمد الإبراهيم. والله الرسالة هذه كتو ما يقولوا ممضات من طرف الأمنيين الشرفاء وفيها يعني خاصة هي معلومتين. معلومة الأولى يقولوا لهم راهو السلاح اللي وقع استعماله لقتل الإبراهيمي موجود في مكتب من عند مدير عام في المكتب نتاعه موجود غادي. والثانية يقول اللي راهو فما يعني وقع قبل بعد العملية رئيس الحزب الحاكم كلم رئيس الحكومة على أساس باش يثبت أن الأمور مشات يتكلم على نفس العملية يعني نفس أنا استبعد يعني أنا استبعد أولا إذا كان السلاح موجود يعني بالعكس هو السلاح هذاك باش يكون يعني لدى التحقيق فما تحقيق غاديك عمره ما ينجم سلاح كيما هكا باش يقعد في مكتب يعني أنا ما ننجمش بال مهما كانت السلبيات تاع المصالح باش يكون العمليه كيما هكا صعيب شويه. انا يظهر لي ثم شيء قاعد يحاك داخل وزاره الداخليه وخارجها لانه فما اشياء غريبه تحصل يعني كما قال معناها الان سرافيق رساله ما نقعش تضخيمها بشكل كبير لأنه معناها المعلومات اللي وردت فيها صعيب هضمها. لكن لماذا وجدت هذه الرسالة ووضعت أمام منزل معناها المرحوم إبراهيم؟ لأن الطرف اللي صاغ الرسالة وحتى يريد أن يصل إلى هدفه والهدف هو مزيد من خلق حالة من البلبلة. لا شك في أن الأداء الأمني في تونس عنا الكثير من التساؤلات والتحفظات لكن أيضا وزارة الداخلية قامت بجهود مهمة انتصارات كبيرة وخاصة في هذه المرحلة اللي دخل في مواجهة شاملة يعني ما كثرش هذه المواجهة شاملة فيها قتل فيها اعتقالات فيها تصفيات فيها في الظرف هذا بالذات فهمتني يقع معناها نوع من حملة تشكيك على أداء وزارة الداخلية بمعنى نحن في حاجة أنه هذا الصندوق الأسود نريد أن نفتحه بشكل واضح بمقدار وليس من مصلحة البلاد الآن الدخول في محاسبة شاملة لمسؤولي وزارة الداخلية من الوزير إلى بقية المسؤولين بدون ما تكون هناك أدلة قطعية وبدون ما يقع الاعتماد على ملفات صلبة وصحيحة. طيب سي رفيق فما ظاهرة يعني حكينا فيها أنا وياك هي الشباب التونسي ولا يدخل بسهولة في تنظيمات سرية تنظيمات إرهابية
متعددة شنية الظاهرة دي ويمشيوا في التدريبات وفي ولا وشنو الهدف علاش الشباب تسعى الداخل هذايا وشنية أهمية الموضوع هذا يعني موضوع انتشار الشباب التونسي في مختلف منظمات تنظيمات إرهابية في بعض دول صحيح هو تو مثلا احنا نعرف تحدثنا قبل على العلاقة العضوية بين أنصار الشريعة في تونس وأنصار الشريعة في ليبيا اللي هي تعتبر يعني تدين الولاء لتنظيم القاعدة وحسب معلومات أمنية ليبية يقول اللي مثال يعني فما معسكر تدريب في مدينة سرت خاص بالتونسيين المعسكر هذايا يديره واحد ثائر ليبي أحمد التير المصراتي معروف بأبو علي هو قائد كتيبة أنصار الشريعة في سرت ليبيا هل المعسكر هذايا يأويه عدد كبير من الجهاديين التونسيين معناه قد يستقل يعني يقولوا عدد كبير من, 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 من غير ما لا 300 ذكر في حاجة أخرى مش في هذه حتى ونجيوها لا عدد يقولوا عدد كبير علاش العدد لخطر هما يدربوهم على القتال ويدربوهم على السلاح ثم يبعثوهم لسوريا عن طريق تركيا كما نفس المسلك هذاك باش يمشي ويلتحقوا بجبهة النصرة في سوريا غديك للجهاد اللي يلفت النظر في هالمعسكر هذايا هو اللي هو أصبح ملجأ آمنا للتونسيين المتشددين والإرهابيين اللي فروا من تونس فروا في تونس لأسباب مختلفة منهم اللي ثبت تورطهم في اغتيال في حادثات اغتيال بتاع الشهيدين محمد الشكري بن عيد ومحمد الابراهيم فيهم كذلك من تمكن من الفرار من الشعامبي وهرب مشى الغديكة للمعسكر هذايا فيهم كذلك اللي عنده صيلة بمخازن الأسلحة اللي وقع العثور عليها وكشفها في تونس بعض عناصر هربت وقت اللي شافت يعني المخازن هذه وقع الكشف عنها فيها كذلك داخل فيها حتى العنصر اللي قام بالجريمة بتاع التصفية الجسدية للمحافظ الشرطة محمد السبوعي وقالوا هرب من ليبيا هذا كذلك كلهم موجودين غادي بحيث هذا يدل اللي أنصار الشريعة وأبو عياض ثم علاقة وطيدة وعضوية بينهم يعني يخبيوا كذا العنصر هذا السلفي التكفيري هذا اللي قتل محافظ الشرطة حسب المعلومات اللي جت يقولوا هو شارك في عملية عسكرية هي مداهمة يعني سجن في سرت باش يحروا بعض السجناء وهذه تدخل ممكن في نطاق الحملة بتاع تحطيم الجدران تحرث فيها المرة الأخرى ولكن العملية كانت كبيرة وكانت جابه يعني بقوة كبيرة اش خلى العنصر هذا التكفير التونسي يقولوا اللي هو توفى غادي وقتل وآمر الكتيبة هذا يا أحمد الطير المصراتي اللي هو لاهي بهالجماعة هذوب الكل ويكون ويعمل جرح جراح بليغة ثم توفي على إثر الجراح متاعه ولكن اللي يلفت النظر والغريب اللي هو وقع جلبه إلى تونس في مساحة خاصة باش يداوي اللي مشى زاره لا 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 هذاك واحد آخر لا 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 هذا آمر الكتيبة ما عندوش برشا وقع جلبه العلاج في تونس في مصحة خاصة ولفظ أنفاسه الأخير على خاطر كان مجروح في تونس وفي وسط يعني هالة من السرية والتكتم يعني بالنسبة للشخص هذا ورجعوه ليبيا في خضم هالغموض اللي موجود في ليبيا خاطر ليبيا راهي الأمور مش ماشية ولا بد ما ثماش حكومة ما ثماش يعني ناس كذا فما ذوما ثوار مقسمين كل حد في منطقة عنده ثوار متاعه وعنده سلاح وعنده كذا كل حد يحكم في جهة وهذا ما يدل اليوم نقرأ في الجرائد للحكومة الليبية يعني طلبت من شركات أمنية أجنبية باش تنددبها لتأمين الحدود مع دول الجوار داح علاش على خاطر الثوار ولو يعملوا في مشاكل كما احنا في راس جدير وهم ما همش ماسكين الأمور في ديهم بحيث هالشيء هذايا خلى اللي في ليبيا ولات عدة معسكرات وقع استعمالها من طرف القاعدة
و جيك 300 هذوما يعني وقع كشف مصدر جزائري أمني يقول اللي فما 300 مسلح تونسي متواجدين حاليا ضمن تنظيم المرابطون. ونعرف احنا المرابطون هذا يتأسس أخيرا باتحاد بين حركتين، حركة الموقعون بالدماء وحركة الجهاد والتوحيد بالمغرب بغرب إفريقيا. وهل العناصر هذه المسلحة متواجدة حاليا في مركز تدريب في ليبيا، في خذوا من صحراء ليبيا في الجنوب، يعني مراكز خطر ينجموا بكل أمان الحدود التونسية بكل 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 عندهم أمن يعني ما مش متقلقين. هل التوانس اللي موجودين في مصر ولا موجودين عند القاعدة في جنوب ليبيا وكذا، فما زاد تنظيمات وما موجودين في سوريا وكذلك حتى في اليمن. في اليمن عندنا 24 عنصر تونسي موجودين لدى القاعدة يخدموا غاديك يعني يجاهدوا غادي في اليمن والبعض في العراق وكذا. حسب احصائيات من وكالة أمريكية ذي بنتا بوليس يقولوا اللي التونسيين هما في مقدمة ضحايا الدول العربية اللي سقطوا ماتوا في سوريا. يعني التوانسة على حسب الإحصائيات على 1902 اللي ماتوا في سوريا. يعني بشوف العدد الكبير يعني 1902 ليبيا 1807 فلسطين 1200 وبعد يمشيوا ينقصوا. فهمتني؟ وكذلك المعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى نشر تقرير يقول فيه مقاطع فيديو تحوي اعترافات لشبان تونسيين جهاديين يقولوا اللي هم تلقاوا تدريبات عسكرية في مراكز تدريب ليبية وتم تجنيدهم في تونس من طرف عناصر جهادية. هذا ما يؤكد الكلام اللي احنا قلناه. ثم أخيرا زاد فما معلومة أخرى ديما في النطاق هذا حسب المخابرات الجزائرية وقع الكشف على يعني فما اعترافات من طرف إرهابيين وقع إلقاء القبض عليهم من طرف السلطات الجزائرية. شي يقولوا هذوما؟ يقولوا اللي قام مؤخرا زعيم تنظيم المرابطون هذا الجزائري المختار بالمختار اللي تحدثنا فيه ونعرفوه بقتل عدد من العناصر التونسية اللي تابعة للجماعة بتاعه. قتلهم لا في بالي أنا ذبحهم خرج الخبر أي وذا علاش على خاطر اشتباه في العلاقة بينهم وبين مصالح الأمن الجزائرية. يعني اشتباه قتلهم الكل ودفنهم في مقابر جماعية كما قالك يعمل العادة. هذا مختار بالمختار. احنا تو قاعدين نشوفوا في شبابنا وهذه ظاهرة ما كناش مستنسين بها وما نعرفوهاش. نعرفوا فما بعض عناصر موجودة للبرة ولكن مش بهالكيل هذا بل هم هذا يعني كبير. كمية هامة. الأسباب نجيو نشوفوا الأسباب نلقاو مثلا فعنا ظاهرة الانقطاع المبكر من الدراسة. تو حسب إحصائيات عنا 100,000 شاب منقطع عن الدراسة مثل الابتدائي والإعدادي وكذا. يعني وتعرف هذوما بلا ثقافة بلا حتى شيء يكونوا لقمة سهلة للاستقطاب والانتداب للجماعات المتشددة. عنا البطالة هشاشة التشغيل يعني تجي 800,000 يعني بطال شكون فيهم شباب. الشباب هذا إذا ما مش يلقى سهولة يعني مش يتصلوا به الجهاديين مش يلقى يعني سهولة كذا. المساجد كيف هذوما أماكن تسهل عملية الانتداب متاع الشباب. المساجد محتلة من الأدعية السلفية من السلفيين خاصة وعنا تقريبا أدعية السلفية ما هم سلفيين خاصة تو حسب الإحصائيات عنا على الأقل 215 مسجد. الوزير الشؤون الدينية يقول 70 برد لا في الجريدة 215 مسجد على ذمة السلفيين هذوما. ثم كذلك التصحر الديني عنا تصحر الثقافة الدينية بالنسبة للشباب هذه ظاهرة زادة تحس حتى اللي يعني المسؤولين السياسيين ما همش مهتمين برشا بهالظاهرة هذه ما همش عاطينها الأهمية اللازمة وفي وقت اللي هذا وقتها باش يهتموا أكثر ويوعيوا شبابنا من ناحية الثقافة الدينية باش ما يكونوش لقمة سهلة لهالجماعة اللي يجيوا يعملوا غسل الأدمغة. طيب سي رفيق هذا كل هام جدا ويورينا أنه التهديد الإرهابي ماشي ويكبر
ويلزم الجيش نتاعنا يكون مستعد لمواجهته. هل الجيش تاعنا مستعد؟ الجيش تاعنا منتشر، مازال منتشر في المدن، مازال منتشر. شنو الوضع في الشعام؟ هو الجيش وقع تخفيف انتشاره معنا من المدن، ولاحظنا انه معناها ما عادش موجود ومتواجد في الفضاءات الكبرى معنا كيما الكارفور وجيون ومعمل نسلي الى اخره، وكذلك معناها البنايات العموميه. لكن مازال معناها تو نشوفوا فيه مثلا في دار التجمع الحزب، مازال في السفارات ما توقع تخفيف، تخفيف وقع تخفيف. شنو الوضع في الجبال؟ اي في الجبل الوضع مازال معناها الارهابيين مازالوا موجود كيما نقول، واحنا ديما راهو الشعامبي ماهوش الشعامبي فقط معناها الجهات هذيك الكلها سمامة وسلوم ولا هذيك الجهات هذيك الكل. وكذلك معناها حتى السيد وزير الداخلية خلال الحديث نتاعه مع موزيكا فا مذكر بالله، وحسب اعترافات الارهابيين قال بالله فما مازال مجموعات متواجدة. وكذلك معنى اخر خبر انه فما بعض الارهابيين افتك خروف لراعي من الرعاة غادي، وحسب الابحاث نتاعه قال هذوم ارهابيين متاع الشعامبي. كذلك انه زاد ذكرنا احنا ديما نذكر نقول وقت يوقع الضغط كما وقع هذاك القصف نتاع المكثف بالمدى الجيش ولا على الارهابيين من جهه معنا تونس يهربوا للجزائر. توا معنا بعض الاخبار الوارده معناها من الجزائر يقولوا قاعدين يستعملوا في نفس التقنيه في هذه معنا تلغيم الجبال، وعلى مثلا المكان هو معناها بير العاتر في تراب الجزائري مثلا بير العاتر هذه هي اللي معناها مقابله القصرين في ولايه تبسة غادي فيها كجبل ام الكماكم وكذا. ولا وينهم ال 20000 اللي حكيت لنا عليهم؟ لا ايه معناها هما يحتم هو ال 20000 على طول الحدود، طول الحدود كبير وكذلك يافتوا حتى زاد المنطقة العاجلة متاعنا الكل الحدود متاع الجزائر الكل. ويقولوا أن زوج صيادين معناها ماتوا معنا بالألغام هذو محترقوا معنا تماما في الجبال هذية، أنه معنا هما قاعدين يحميوا في روحهم بنفس الطريقة وبنفس يستعملوها في الشعام. ذكرنا أنه مدامنا نحكيه على معنى هذه الألغام كشفات الألغام ما عنده الجيش كشفات الألغام شو المشكلة؟ ظهرت مشكلة فيه؟ ظهرت فيه مشكلة تو حسب الأخبار الواردة معناها حسب هذه صحيفة ديركت انفو نقل على كيف كيف على البي بي سي يقولوا فما هذية مصنع انجليزي اسمه جيمس كورنيك متهم ببيع كشفات ألغام فاسدة. هذه معنى Advanced Detecting Equipment ADE 651 هذو ما باع معناها مجموعة كبيرة الدول متاع الشرق الأوسط منهم تونس. منهم تونس أما هذا في عهد بن علي، في عهد بن علي لكن احنا الأسلحة متاعنا من حتى ما حتى سعم زاد حتى من عهد بورقيبة. هم ما قادرين يستعملوا فيها هنا إذن يستعملوا في أجهزة فاسدة. لا شوف احنا ما هو وقت اللي ذكرنا أنه الألغام هذه راهي غير تقليدية والألغام هذه ما يوقعش اكتشافها بالوسائل هذه معناها يلزم يكون فيها معناها معادن حديدية فهمني با. لكن أنا نشوف أنه يلزم تقريب وزارة الدفاع الوطني ويلزم البحث يجي يلزم تكون أبحاث باش نشوفه معناها الحكاية معناها من عدم مساحة الخبر. لكن السيد هذا في الحبس تويك يحاكموا فيه في يحاكموا فيه في الحبس وظهر يخذ ثابت عليه ظهر يخذ يجي 10 سنين حبس الشخص هذا معناها. لكن معناها باع لتونس صحيح وين موجودة هذه أنا نشوف أنه معناها وزارة الكل ليست بمنأى عن الفساد في عهد بن علي وشكون كان يجرأ يقول بن علي لا ما أنا نشوف ما تشوف أن الصفقة هذه كان فيها فساد ربما أنا نشوف أنا نشوف الشك يجب أن نحطه ديما الشك طريق إلى اليقين. نشوف أنا يلزم مدام الخبر خرج وعلى اللايحة متاعه وعنده في القائمة متاعه موجودة تونس تونس موجودة نشوفه احنا يلزم تكون ابحاث سواء على سلاح هذايا ولا اسلحة اخرى. انا نشوف انه سؤال خطير هل يوجد فساد في وزارة الدفاع الوطني؟ انا نشوف يلزم البحث يجيب توا احنا في عهد ثورة. لكن ما تكونش التغييرات اللي عملها رئيس الدولة تدخل في المجال هذايا توا برشا تغييرات تغييرات
رئيس الديوان اي رئيس اي تنحى وما علنوش عليه وهو هذا ما علنوش عليه فعلا رسميا رسميا تنحى لكنه هو تنحى تنحى ومدار ولا عاوده يخدم على روحه هذا سامي المحمدي الشابي هو عبد اللطيف الشابي هذا عبد اللطيف الشابي بقى يجي 20 سنه في وزاره الدفاع الوطني من وقت الدالي الجازي الله يرحمه الدالي الجازي انا فهمتي توا معناها موجود يلزم معناها إقالته نقطة استفهام إقالته نقطة استفهام ويقولوا بقى مثلا هي من بين الفساد حتى الفساد زاد في الأراضي توانتي معناها الهضبة هذيك متاع سيدي بوسعيد هذيك أراضي عسكرية هذيك زاد كيف كيف تفويت فيها نعرف باللي أنا صخر الماطري كانت عنده شركات معناها متاع أسلحة وفيها وساطات ما يجيكش باسمه هو ويبيع وسائل معناها الكترونيه ودي كومبوزونت الكترونيك ويبيع فهمني انا نشوف يلزم يتحل بحث في الموضوع طيب على ذكر الالكترونيك هنا فما تجديد في الطائرات التونسيه هكا ولا اي ثم التجديد وهذا عنصر معناها باهي طبعا هذه التجهيزات المتطوره بالجيش هذه معناها حسب هذه وثيقه معناها صادره عن البنتاغون وبالتحديد معناها وكالة التعاون للدفاع والأمن تابع لوزارة الدفاع الوطني متاع أمريكا يقول أنه تونس طلبت إمكانية معناها التجديد وتغيير لافيونيك هذا متاع الطيارة روح الطيارة لفسانك الأجهزة الإلكترونية ولا. اللي بما فيه ولا. قائد الطائرة يقود بها يقود الطائرة معناها معنى ما عدا الميكانيك وكذا معنى بما فيه من الرادار فيها تجهيزات قوية إسناد لوجيستيك الطائرات هذوما الإف 5 تكون أجهزة حديثة تولي معناها معنى تنجم تقول متطورة جدا ونشوفوا احنا الطائرة هذه نفاثة واستعملوها في الشعامبي والطائرة هذه تحمل معناها صواريخ معناها جو أرض جو وتنجم تحمل هي أصلها طائرة نفاثة طاردة الطائرات طائرة الطائرات هي فايتر هي متاع محاربة مقاتلة متاع مقاتلة الطائرة طائرات وهذه الطائره شاسور هو شاسور دافيون والطائره هذه ممتازه هي معناها حتى باش يبداو يدربوا على الاف دي 7 والاف دي 8 او يبداو بها هي ولكن نجم يستعملوها في الارض يستعملوها في الارض نعم يعني معناها الاسناد يالا كي موقع في الشعامب يعطي نجم تهز تهز معناها قنابل تهز معناها مدافع انا اذا شيء باهي يعني شيء معناها ممتاز اذا كانت تم الصفقه هذه الصفقه يستناو توا في موافقه الكونغرس الامريكاني مش قلت لي وافقوا الكونغرس لا مازال في الانتهاء هي توا معناها عندها معناها في 19 سبتمبر العمليه مازالت جديده والطياره هذه معناها تغير حتى موازين القوى معناها في المنطقه لان الطياره معناها نفاثه ولكن الا تظن ان احنا في حاجه الى طائرات بدون طيار طبعا خير من هذوما خاطر هذا تو الحديث وهذا اللي يمشي واقل خسائر واقل تكلفه إيه هي معناها لمواجهة الإرهاب بامتياز هي طائرة معناها بدون طيارة الدرون هذوما الدرون هي تسمى بالعربية طائرة بدون طيارة وأثبتت جدواها معناها سواء في أفغانستان معناها الأمريكان استعملوها نستعملوا فيهم داير والطيارات هذوما معناها الثمن نتاعهم أرخص وما فيهمش معناها تنجم تقول خسائر حتى مادية لكن ما نستغنيوش على الطيارات هذوما النفاثة اللي هي معناها سلاح معناها نتاع أخذ القرار ديسيزيون معناها في الحرب معناها صار قلت لك يغير موازين القوى هذيا معناها الطائرة هذيا معناها والطائرة هذيا معناها نفاثة وسرعتها تنجم تعدي حتى سرعة الصوت يقولوا نفاثة يقولوا اللي ناقصنا احنا زاد طائرات هليكوبتر على خاطر اللي جازال اللي عندنا اما يهزوا لعباء ولا يهزوا سلاح باش تحط الميسيل يعني باش يكونوا هما يستعملوا فما طائرات مختصه لهز العباء وطائرات مختصه لا لا بالضبط ما عندنا الجازال والياشا وهكا وعندنا لزلوات بون لا محل احنا ماهوش نمشيو في سر لا عندنا معناها الطيارات هي معناها تنجم تقول صحيح هو السلاح يجمع كله معناها تجديد وتطوير يقول لك ضروري لا ضروري لا ضروري هو تو انت مثلا تاخذ معناها في سماوها في امريكا الهليكوبتر سماوها خيالة الجو
خيال كافالري اي لا كافالري خيالة الجو لمقاومة الإرهاب فماش خير منهم خير منهم هي هما توا مثلا تاخذ الكوبرا ولا باتشي هذو مختصين اي لا باتشي والكوبرا هذو مختصين هذو الهجوم معنا ولا وزاد هذوما صنع امريكاني وعندك زاد معنا الصنع الروسي وعندهم زاد جدوى كبيره الام اي ويت والام اي سي الجزائر عندهم منهم هذوما وابلاو البلاء الحسن في تصدي الارهاب الاسلحه هذه مازال حاجه سي رفيق الشلي اللي ولات خطر على تونس هو السلاح الكيميائي قول لي عندك معلومات حول هذا غاز لوغاز سارين غاز سارين غاز السارين هذا استعمل في الحرب العالمية الثانية والأولى يظهر لي زاد الأولى والثانية وقع استعمله واستعمله في سوريا معناه هما توا فما توا هو غاز هذايا يعتبر سلاح كيميائي وقع منع استعماله من طرف الأمم المتحدة منذ سنة 1991 وهذايا يعني لا لون له ولا رائحة له يعني وقت الواحد يشمه في دقائق أو أقل يعني يجيه كاردياك ويتوفى هي شنو المشكلة؟ المشكلة أخيرا السلطة التركية يعني ألقت القبض على 12 عنصر من أتباع يعني جبهة النصرة في سوريا في تركيا في الأراضي التركية عندهم زوز كيلو غاز سارين يعني محاملينه يتضح اللي الغاز هذا جايبينه واخدينه من ليبيا شنو معناتها يعني السلاح الكيميائي اللي كان عند القدافي واللي موجود في ليبيا تويكا موجود عند الثوار وقاعدين يبيعوا فيه قالك صنعوه خاطر ما تكلمنا فيها المره لا ولكن خاطر القذافي مسلم السلاح لا سلم النووي سلم ليزيليمون النووي الكيميائي تاع اللورد واليورانيوم وكذا الكيميائي خبى منه خبى منه برشا يعني بحيث الكيميائي ينجم يتخبى هل مادام ظهر في ليبيا موش في ليبيا قاعدوا باش يصنعوا في الغاز سارة وما تولين بأمور أخرى عندهم سلاحات أخرى قوية برشا في العراق لا هذا في ليبيا هذا خذوه من ليبيا واتضح اللي هو مصدره من ليبيا وقت اللي احنا نشوفوا اللي التنظيمات الإرهابية تويكا مركزة في ليبيا القاعدة والمرابطون وأنصار الشريعة متاعنا وكذا ونشوفوا احنا في ليبيا فما تو أسواق متاع سلاح وتلقى سوق تمشي له وتلقاه بكل أنواع وأشكال متاع سلاح ما تخلص القولة مش استعملوا ضدنا احنا نخافوا لو هالتنظيمات الإرهابية هذه تتحصل على هالغاز السارين هذايا يعني يكون خطير وهذايا لابد من الاهتمام بالموضوع هذايا ولو حتى يوقع تدخل من طرف الأمم المتحدة ولا دول أخرى خاطر هذايا غاز ممنوع ويلزم يعني طيب بارك الله فيك سي سلاح شنو رأيك في اللي سمعته بعجالة ونعطيك خلاصة القول في الحصة هذه خاطر دهمنا الوقت يعني اعتقادي بأن الكلام اللي كان يكون فيه زاد خبراء في هذا المجال يبين اللي الوضع في تونس ماشي في اتجاه مزيد من التعقيد وتعدد المخاطر لأن إذا كان تحدثنا عن الأزمة السياسية وشفنا انعكاسها على الوضع الاقتصادي في إطار معناها اتساع رقعة الصراع الأمني والمخاطر الأمنية ينضاف لها هذه المخاطر الإقليمية اللي بتنعكس على تونس بمعنى أن معناها كل الأضواء الحمراء قاعدها ماشية وتتزايد وهذا المفروض في بلد يكون العقل هو اللي يحكم وهو اللي يسير أنه هذا كل هذه المخاطر تدعونا إلى حل المشكلة السياسي وبالتالي إعادة الاعتبار للدولة وبالتالي وضع معناها خطة جماعية لخراج تونس من هذه التجاذبات اللي تلفت النظر لأنه تعرف أن الصراع السياسي والخلاف السياسي ممكن يتفض في ربع ساعة من استقعد في الاثنين يرغى شهد الأقل تقول مصالح تونس فوق كل اعتبار وعلينا أنه معناها نتجاوز التكتيك وكذا ثم ممكن تقعد 10 شهور يعني هذه من الأشياء الغريبة اللي تميز الأزمة السياسية في تونس أنا أتمنى بأنه يقع تغليب العقل تغليب مصلحة البلاد والجلوس في أقرب وقت معناه على مائدة المفاوضات لحل الإشكاليات من الناحية التطبيقية
هذا أما إذا استمرنا في هذا فنحن إن شاء الله يكونوا يسمعوا كلامك يكونوا واعين بالمخاطر اللي كنا نحكي عليها خاطر يضرفين ما همش واعين بشي هذا ربي يهديهم وإن شاء الله نوصلوا الحل في أقرب وقت إن شاء الله كما أنت قلت في وسط الحصة أنه الحوار يبدأ نهار الاثنين وعلى هذا التفاؤل نختم هذه الحصة وإلى الحصة القادمة من الحوار السياسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.